تحتفل القوات المسلحة اليوم بالإنجازات التي تحققت من العمل الموحد في ظل الاتحاد، وذلك خلال عمليات البناء والإعداد والتأهيل لأبناء الوطن لأن يكونوا أذرعه ودروعه وحماة أرضه وبحره وسمائه. بعون من الله وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبجهود أبنائها المخلصين أضحت القوات المسلحة نموذجاً للجيش العصري المعزز بالمعرفة والمهارات والقدرات التي تجعل منه حامياً للأرض وحافظاً للعهد من الأمس واليوم وإلى الغد. كان لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الدور الأساسي في ترسيخ دعائم الاتحاد وتثبيت أركانه، كما كان له الفضل في تأسيس قواتنا المسلحة وتطوير أدائها لتصبح للوطن درعا ويصير بها الوطن حصنا منيعا للأرض والدولة والإنسان. وسيراً على هذا النهج وتعزيزاً لهذه الرؤية، أنجز حكام الإمارات قرار توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما تحقق في الاجتماع التاريخي للمجلس الأعلى للدفاع في 6 مايو عام 1976 برئاسة باني ومؤسس هذه الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهم الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ضمن استراتيجية التحديث المستمرة تظل قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتوجيهاته نبراساً للقوات المسلحة تهتدي به من خلال الخطط والبرامج المدروسة التي قادتها إلى إحداث نقلات نوعية في أدائها والمواكبة الدائمة للتطور ولمتطلبات العصر. اعتمدت القوات المسلحة على اقتناء أحدث ما وصلت إليه من صناعة وتكنولوجيا الأسلحة في العالم، وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة شهدتها القوات المسلحة في أدائها كمًا وكيفا في جميع فروعها البرية والبحرية والجوية. كان طاقة وعماد كل ذلك العسكري المدرب والمؤهل والمسلح بالمعارف والمهارات الفنية التي تمكنه من استعمال وصيانة معداته، وهو أمر وضع القوات المسلحة الإماراتية من حيث الأداء بين أهم الجيوش العالمية المحترفة. لقد أمكن خلال سنوات توحيد القوات المسلحة بناء قوات برية عصرية مسلحة بأحدث المعارف والمهارات من حيث التزود بأحدث الأسلحة والتقنيات في الميدان، مما مكنه من الأداء والعمل في كل الظروف وفي مختلف التضاريس، وعزز قدرتها على العمل في بيئة العمليات المشتركة الحديثة.
لقد ترافق ذلك دوما مع تنمية وتطوير المعارف على استعمال وصيانة مختلف أنواع الأسلحة وجعلها قابلة للاستعمال بأقصى درجات الفعالية وفي كل الظروف. أخذ مبدأ حماية سواحل الدولة حيزاً هاماً ضمن الاستراتيجية الكبرى للقيادة العامة للقوات المسلحة التي عمدت في هذا الشأن إلى إيلاء عناية خاصة للقوات البحرية وتطويرها بهدف ضمان السيادة البحرية لدولة الإمارات على مياهها الإقليمية، وهو هدف تم من خلال توفير الأسلحة البحرية المناسبة للتعامل مع المخاطر المحتملة، حيث أصبحت تمتلك أفضل القطع البحرية القادمة على حماية سواحل الإمارات وثرواتها. كما تشكل ورش الصيانة والتأهيل المستمر لكوادرها على المعارف والتقنيات المختلفة خزان إمداد دائم لقواتنا المسلحة بالعتاد الجاهز للاستعمال الفعال. شهدت القوات الجوية والدفاع الجوي عمليات إقلاع كبرى طيلة السنوات الماضية مكنتها من الوصول إلى أعلى درجات التأهيل والتسليح تحقيقاً لهدف حماية أجواء الدولة وأراضيها، فقد تمكنت من امتلاك أحدث الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي، حيث يرمي برنامج التسليح الاستراتيجي لهذه القوات بالأساس إلى الحصول على أحدث تقنيات العصر في مجال قدرات التسليح الجوي والطائرات المتعددة الاستخدام، بحيث تصبح قوة ضاربة استراتيجية قادرة على ردع أي تهديدات أو مخاطر تواجه الدولة. وقد ظلت القوات الجوية والدفاع الجوي طوال هذه الفترة تسعى للتزود بأحدث الأسلحة الاستراتيجية والطائرات المقاتلة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة جنبا إلى جنب مع الوحدات العسكرية الأخرى. لقد ترافق التطور الذي عرفته القوات الجوية مع تحديث وتطوير دائم في مجال الصيانة التي تمكن من الوصول إلى مستويات جاهزية دائمة ومتقدمة في العمليات. ويشارك فريق الفرسان للاستعراضات الجوية والتابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في مختلف المناسبات والمعارض الدولية، يقدم من خلالها استعراضات جوية تخطف الأبصار وتمتاز بالإثارة والتشويق والتميز الذي يعكس مدى الاحترافية لفريق الفرسان الاستعراضي.
وصولا إلى تحقيق أعلى درجات الاحترافية باكتساب المهارات والتقنيات المعاصرة والتمرس عليها، جسدت سياسة التأهيل العلمي والعملي في اعتماد التدريب العسكري داخل الكليات والمعاهد على مختلف أصناف أنظمة المحاكاة وميادين الرماية الإلكترونية، والتي تتيح للدارس فرصة للتدريب الواقعي في ظروف تشابه العمليات الحقيقية، وهو ما يعمق ويرسخ المهارات عن طريق التجربة الواقعية، ويعزز القدرة والخبرات لدى الخريجين، ويؤهلهم للانخراط في أداء مهامهم وعملهم. لقد كان التدريب والتأهيل منذ اليوم الأول أساساً وعماداً وهدفاً للقيادة العامة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وبمتابعة ميدانية من سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة. وقد كرست هذا التوجه وجسدته المعاهد والمدارس والكليات العسكرية التي أنشأتها القوات المسلحة، التي وظفت التأهيل العسكري بما يلائم متطلبات العصر ومستجدات الأوضاع. لقد كان لزاماً على البرامج والمناهج الدراسية في المعاهد التعليمية العسكرية أن تسير أحدث الأبحاث والدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى خلق البيئة والمحيط العلمي والعملي الذي يسمح للمتدرب الجمع بين الدراسات النظرية والعمل التطبيقي، وذلك بتوفير أنظمة للمحاكاة إلى جانب التدريبات الواقعية على مختلف الظروف والوضعيات التي قد تواجه الجندي الإماراتي، وهو ما قاد إلى توفير كادر وطني وعلمي وعملي يتمتع بمواصفات الاحتراف والمهنية العالية. ضمن الرؤية الشاملة للقوات المسلحة، اقتطعت المرأة الإماراتية لنفسها أيضاً دوراً أصيلاً في مهمة الإعداد والاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن، حيث جاء قرار دخول المرأة في القوات المسلحة قراراً حكيماً لتساهم ابنة الإمارات في خدمة مجتمعها والقيام بواجبها الوطني. إلى جانب أخيها الرجل، اقتحمت ابنة الإمارات مختلف التخصصات في التكوين والتدريب العسكري، مثبتة كفاءتها ومهارتها في التطبيق والأداء، ولتطلع أخيراً بمختلف المهام التي تنفذها القوات المسلحة. اهتمت القوات المسلحة بدور المرأة في خدمة الوطن، فأنشأت مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، التي ساهمت في مد قواتنا المسلحة بطاقة عمل إضافية، وغدت المدرسة رافداً من روافد القوات المسلحة تزودها كل عام بالمجندات المواطنات والمؤهلات للعمل في العديد من التخصصات، مما يساهم في النهاية في دعم حقوق المرأة في المجتمع. في 8 يونيو عام 2014، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية. لبيك وبشر يا وطن، يا وطن نحنا سيوفك في المحن، يا وطن يا وطن يا وطن نحنا سيوفك في المحن، يا وطن لك حق تفخر واطمئن، يا وطن لا عاش من خيب نداك، لك حق تفخر واطمئن، يا وطن لا عاش من خيب نداك، يا وطن يا وطن يا وطن. نحنا كلنا فخورين بكم في الخدمة الوطنية، وخاصة يعني أنتم أقبلتوا عليها، وكلنا مشينا في الدرب اللي أنتم مشيتوا، اللي يشوفون كلهم
نحن أخذنا هذه الدورات ونتذكرها لليوم، وأنتوا إن شاء الله بتذكرونها طول حياتكم على الانضباطية وخدمة الوطن. وأقول لأخواتي البنات يعني بالتطوع أنت جيتوا وهذا يرفع روسنا وشرفنا كثير، واستمروا فيها إن شاء الله. أنا جدا سعيد بوجودي عند عيال بلادي، عيال زايد، عيال خليفة الله يحفظهم، في فترة تدريب بسيطة جدا ما تعدى شهرين تقريبا، شفت في عيونهم أنهم رهاننا عليهم ما بيضيع، رهاننا في محلة وهم قد المسؤولية. مرة ثانية الله يوفقهم ويحفظهم. في إطار عقيدتنا العسكرية القائمة على صوت الحق والدفاع عنه والاحترام الكامل للقوانين والالتزام الثابت بالمبادئ، جاءت مشاركة قواتنا المسلحة ضمن قوات حفظ السلام الدولية التي تشكل إحدى أدوات حفظ الأمن والسلم الدوليين. وكان الدور الذي لعبته قواتنا في الساحتين الإقليمية والدولية مثلاً في الانضباط ونموذجاً للتفاني في أداء الواجب، وأعطت مساهماتها في عمليات الإغاثة والمساعدة الطبية في ميادين عملها كافة طابعاً إنسانياً لما قامت وتقوم به من واجبات ومهام قد شملت هذه المساهمات التي امتدت لسنوات خارج الوطن على جميع الأصعدة عربياً وإقليمياً ودولياً، وركزت بالأساس على بسط السلام وحفظه وعلى عمليات الإنقاذ والإغاثة والرعاية وصولاً إلى صيانة كرامة الإنسان وحفظ أمنه وسلامته، وهو هدف وغاية وراية رفعتها الإمارات في أكثر من موقع، رمزاً للتعاون الإنساني الصادق وإشاعة للوئام وللسلام بين البشر في كل مكان. واليوم تقف القوات المسلحة في ساحات الوطن وميادينه معززة بسجل حافل بالإنجازات، سواء ما تعلق منها ببناء الإنسان وتطوير مهاراته وقدراته أو في مجال التسليح. وسيظل ابن الإمارات كما هو عهده دائما ثابتا على الوعد والعهد، صادقا في إيمانه، مخلصا في أدائه، وفيا لقيادته، يواصل تحمل مسؤولياته وأداء واجباته بكفاءة واقتدار، بتجرد ونكران للذات، واضعاً نصب عينيه أن الوطن أمانة وأن واجبه الذود عن حياضه. فتحية لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة.